والله كان قريب جدا ان نلتقي بفيه. يس ايوه الرجال قاعد بس لحظات ويحسب الموضوع لحظات وقاعد له ساعات. We're trapped and the witch's bowstring is useless. Boy, your bow. Hold it out. معقول هذا الابجريد شي لايت ايروز اي شوت ذيم لايت كريستلز اوكي سو اتوقع انه لو طلق على هذا وهو بيسوي الباث بيسوي لنا ممر نمشي فيه زي ساحر. On my mark, loose your arrow into the stone. اوكي ضبط مربع اوكي we can now make our way back. Find a way out of the temple. اوكي اول ما كان نطلع من ذا المعبد صراحه شيء كان مجنون يعني مخلوقات حشريه did you like crystal head just laying there كنت المخلوقات الحشريه هذه شيء يعني غريب اوكي والله اللعبه حمست لي اجواء هورايزن داون فوربين ويست طبعا نزلت شكله only لل PS5 اوكي يفترض ان اذا حطينا هذا الشيء هنا وين يطلق عليه اطلق عليه اطلق عليه نايس لا 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 طيب اذا طلق عليه وش بيصير؟ اوكي في نور حوالين هذا بس كيف؟ ما يمدينا نرقى ما يمدينا نسوي شيء اوكي نايس سموث تتوقع تمنيت لو انه اخذ له اشياء بعد احلى تدري عاد طب لو شلنا هذه خلاص بتروح علينا ولا كان المفروض يطلق عليه واو ومدي يطلق هنا بعد نايس المشكلة مو بهنا المشكلة الحين ما يمدينا ايش ما يمدينا نمشي اوكي لو طلق هنا بعد Come on man عاد لازم يطلق هنا هو لازم يطلق شوف 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 اللغز هذا الوصف هذا سانتا مونيكا ستوديوز يلعبون براسك اوكي ما تدري تطلق هنا ولا شوف هو غالبا لازم تطلق هنا اوكي عشان تمشي في المكان هذا اوه اوكي نايس سو في تشيست من زمان ما فتحنا صناديق اوكي قلب الفهايم نايس هذا وش الجاكور ما نبغى الجاكور عرفت الورطة شلون الحين ولا ما عرفت ولا طلق هنا لا ما في فايدة والله ما في شيء فايدة يا عم
والله الالغاز ذي تحير الواحد تخليه خلاص باب هذا ما يفتح الامور شلون ما تدري. طبعا ما حد يرد عليك وين تروح وين تجي، ما حد حولك اصلا، انت مع ذاتك يا عمك مع ذاتك. كمان يعني ابوه لو طلق على هذه وش بيصير؟ يا اخي وش ذا الاستهبال؟ شلون ارقى وشلون هنا يبغالي واحدة ثانية شلون؟ والله ما تجي بالعقل. يا هذي يا هذي، اما انك تبغى الثنتين ما تجي معك. Come on, man. Oh! بالله كيف مشينا؟ الأشياء المسموم هذه ما تصلح. Shit. هذا وش في امه رجع؟ باك هنا مع ذي يعني؟ الباب من هنا، خلنا نشوف اول في شيء نسيناه ولا شيء يمكن يفيدنا بعدين. اي حاجه من ريحه الحبايب؟ ما في ما في ما في. اوكي سو نكمل 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 نشوف. هذا تشيس جديد، اخذ لنا هيك سيلفر. فتحنا الهذي بس شلون؟ والله اللحس ما زال يستمر يعني. في شيء هنا؟ ما في شيء يا ابن الحلال، والله ما في شيء. ممكن لازم تاخذ هذه اللي كانت تحت. بس هذه لو اخذناها بتروح علينا هذه ولا؟ لازم نحطه هنا ممكن. يا الله يا الله على اللحس.
والله ما نفهم أي شيء يعني كمان. جينا هنا وفتحنا هذه بعدين ما يمدينا نرقى ليه؟ شوف ممكن في ممر سري يطلق عليه خوينا. لا لا مستحيل مستحيل لا لا هنا ممكن برضه ما في شيء. هذا نفس اللي جيني منه يا رجال. ممكن في هنا شيء. ايوه اوكي اطلق عليه بالله يا خوينا. نايس. ما صدق على الله ذا البزر. تعال بس تعال يا اخوي. لا 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 ما مت انت باقي فيك الروح انت. ديم شوف 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 ما صدق على الله. قولا بمانو ما صدق على الله مستفز. رجال ما صدق على الله. تعال 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 حبيبي تعال تعال يا حبيبي تعال. تعال يا حبيبي تعال تعال تعال. تعال يا حبيبي تعال تعال. وين رايح بس؟ تروح انا موجود عيب يا اخي. مستفز ومزعج وكل شيء يا اخي. ايش هذا اللي فتحناه الظاهر من الجهة الثانية بس ايش؟ بس احنا ما راح نحتاجه. نطق على هذا السهم. البزر وش فيه واقف هناك يا اخي؟ والله ما يجي يساعدنا شوي. يعني انت واقف هنا مصر انك توقف هنا في شيء هنا ولا ايش؟ ما في غير الوساخة وقلة الادب. ما في شيء جديد.
مشينا هذه السكة مشينا فيها وما لقينا شيء. وطيب نرجع يا أخي، وش ذا يا أخي؟ تلميحة شيء يعطونا، أقول يطلق هنا. لم تزبط معنا. طيب وين يطلق؟ تمشي هنا تعلق. ودك تمشي من تحت يقول لك ما في. تنط من هنا برضه يقول لك لا. وين كيب جون يا حبيبي؟ حبيبي إذا عندك تلميح أفضل قل لي كيب جون وير؟ كان أنا مضيع شيء. لا لا ممكن أنت تعرف أحسن مني. اوكي في شيء هنا. تونا اشوف، تصدق في البدايه ما شفته انا. هذا شيء مستفز. اذا انت حطيته كيف في ثلاثه نايس. لحس يا رجال. والله فاينلي فور ريل. Let us make our way back up. يلا هذا لغز جديد، عاد دور المكان هذا اللي انطرقت عليه وين تروح منه. يا اخي الغاز بس مو كذا يا اخي. اوكي حليته الى الان يعني سو فار سو جود. اتوقع هذه الأخيرة بطول فيها كثير. اتوقع تدري شلون؟ المكان اللي جينا منه في البداية هو اللي بيطلعنا فوق. كيف بس؟ كيف التحريات بس؟ أو ممكن لا تصدق؟ ممكن نرجع لان هذا اخر شيء ما احنا ما سويناه. اوكي ممكن اذا جينا حطينا البيضه هذه هنا ممكن يعطينا مكان نرقى فيه او شيء. ابي هو نوز، خلونا نشوف. نايس. ممكن كلامي صح؟ ممكن كلامي صح؟ أو ممكن كلامي ما هو صح، تصدق؟ كيف نرجع لنفس المكان اللي جينا منه؟ ترقى فوق ما يمديك ترقى فوق. سو وش لازم تسوي عشان ترقى فوق يا عزيزي؟
ما يمدي ننط من هنا. لا ما يمديك لا تنط ولا ما يمديك تسوي شيء. جالس ألف ودور الآن لي ساعة جالس ألف ودور هنا. هنا ممكن يا أخي اعتبرني مجنون يا أخي. يعني مصر انك ما تبغى تساعدني صح؟ اوكي ممكن من هنا. وما في شيء من هنا برضو. هذا ايش هذا ايش هذا ايش يا صاحبي؟ هذا ايش وهذا ايش؟ مفترض هذا يعطينا طريق. انا مشط المكان اللي ورا كله. اوكي ما لقيت شيء. صدقني الحل هنا، ما في حل غير هنا. حط الحجر هنا، تخلي البذر يضرب عليه، يطلع لك طريق يفترض انك تمشي عليه وتروح الجهة الثانية بس. بعدين شلون ما ادري. إذا ما في هنا ممكن هنا جوا في بوابة في شيء. بعد ما في أي شيء. وهذا مسدود من هنا. كل الطرق تؤدي إلى جنونك فقط. تبغى تنجني يا عزيزي؟ تعال العب اللعبة هذه. بزر ما يبغى يعطيك اي شيء. خليك مجنون. وش ذا الملل طيب؟ وبعدين انا الف وادور كذا وما القى شيء. بعد ما في شيء وبعد ما في شيء. اوكي انا عندي فكره. يمدي نرقى المكان ذا ولا ما يمدي؟ شوف هو الموضوع فيه تسلق. حاول تدور على شيء فيه تسلق. والله كيف ليش انا ما ادري. في تسلق بس تسلق الشجر تتسلق ذا ما ادري.
Come on, man. So الموضوع زي ما قلت لكم ان هنا في شيء اوكي اللي فيه تشوف هذا الشيء كأنه مخادع شوي اوكي اذا طلقت عليه هذا اللي بخليك ايش مفاتيح لك الذا يلا عاد رحلة سعيدة طبعا انا سويت شوية تشيتنج ما اكذب عليك انا قاعد لي ساعة اروح واجي اوكي وما بيخلونك هذولكم مزعجين ووتا 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 تحسهم يتكلمون اسبانيولا عرفت ووتا ووتا دقيقة دقيقة انا مو فاضي اوكي انا ساعتين قاعد ايش انا ساعتين قاعد هنا ساعتين ادور اوكي بعدين تيجي انت كذا بكل برود تباني قاتلك بعد خلاص يا اخوي خلاص فكر من شرك يا اخوي خلاص اوكي يوز اكس بي تو ابجريد ايش يقول لك ابجريد ال صراحة ما قريتها والله Come on, man. قول خذ البوينتس هذه وروح على البزر الظاهر لازم نسوي له اوكي ما يمديني نسوي لأن ما في ما في ما في ما في اوكي لازم تروح على السكيلز هذا ما يكفي يعني نطلع فوق بعد This is block two. يا رجل ما عرفت اقراها راحت وش اسوي ما بدك ترجعها طيب الوضع احتج والله لا ولما تروح المكان بلاك بلاك كمان هذا بعد مقفل علينا بيصير وش ذا وين بتروح بلاكت؟ كم اون مان
رحلة البحث هذه مملة. أكتب عليك لو أقول لك إنها حلوة. لا ما هي حلوة. كل شوي تروح وتجيب لي أشياء غريبة. Can be true man. Okay. هذا شيء حلو. أنا ما أدري كيف تجيني هنا. بس أكس. لكن ما مت. Shit! انا ما راح اكذب عليك للحظة انا قلت خلاص انا معلق. This is block two. هنا بس كيف ما ادري. رجع لي الامل شوي مني جيت من هنا. لسه صاحي؟ الواد لسه صاحي؟ براسو لسه حي. طب خلينا نشوف هذا البوكس ايش فيه كذا عوضنا عن الالم اللي احنا تألمناه. اوكي طيب يمدي نفتح ذا ولا ما يمدي؟ اوكي بلوكت بلوكت اولويز بلوكت. طب يمدي يطلق على ذا الشيء؟ ما يمدي يطلق يا اخي. وش في هذه المرحلة كذا؟ ليش تبغى تعذبنا؟ معقول اذا انطلقنا هنا بيصير شيء؟ ما انفتح شيء؟ وانا ما يمديني اسوي شيء طيب؟ اطلق هنا مثلا. ووو نايس بس تشيل. ايوه انا ابغى الحجره ذي عشان احطها هنا يا قلبي. يلا اطلق سوي السحر حقك. عندك تقرا وش مكتوب؟ اقرا اقرا. دايما كام راح. نيو لور ماركر فاوند. اوكي اللي يهم ان احنا ماشيين. The blue door that's not a door. And a sand bowl. But how do you expect me to reach it? والله انت ما راح تسوي شيء. انا اللي بسوي كل شيء. بس كيف بنسوي ثلاثة مع بعض؟ هنا السؤال القوي.
And they picked it up. والله فكرة يا ابو كلب انا اقول ناخذ البيضة هذيك اللي كانت هناك نحطها هنا ممكن تفيدنا شيء لما ينطلق الرجال هنا ما جاء ولا اي فائدة ممكن هذا بس كذا تشتيت عشان ما تعرف وش الحل يا حبيبي استنى دقيقة انا عندي فطان عندي اهدى بس انت اهدى اهدى يا واد خلي التعب علي بس لا ما في فايدة ممكن لو حطيناه في الثانية اوكي في مكان من هنا نمشي فيه نايس نايس يا حبيبي نايس حلو حلو الامور في السليم تعال 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 يا حبيبي اطلق حلو في مكان رجالة ترى ايه اجل وشو فوضى ما يمدي نبقى هنا بعد الا يمدي يا رجال وش فوضى يا ابوي مخ مخ شغال والله مخ اي والله مخ خلنا نشوف والله مخ وهذا وشو هيك سيلفر حلو 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 بس اننا علقنا الان لم تزبط معنا اسمع صوت ضفدع هنا معقول لازم نكسر شيء ولا نبقى هنا يمكن الله كذب في كذب بس maybe instead of looting a sacred temple we could just get out of here If I want your opinion, boy, I will ask for it. والله زمان على الصناديق السهلة ذي بس الوضع مرة ما هو سهل. اوكي احنا رقينا هنا عشان وشو ممكن رقينا هنا عشان ذا الشيء اوكي. ووو نايس. حلو 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 الرقية ذي كلها بس عشان ايش؟ عشان نفتح المكان اللي هنا انا المخ عندي يشتغل والامور في السليم اوكي سوي اللي فتحناه الان مو بهنا اوكي لا هذا اللي جينا منه المكان وهذا اللي رقينا اللي فتحناه وين come on man طيب ممكن ناخذ هذه شوي يا سيدي يا سيدي الفاضل ممكن ناخذ هذه شوي اوكي نجي طال عمرك نحط البيضة هذه نحطها هنا نخلي الوغد يطلق عليه You can reach the bowl now يلا ريتشت يا قلبي وشغلتنا شلون سو وش قصده بالبول؟ السؤال الذكي المزعج ذا وش قصده بالبول؟ يمكن قصده نرجع ثاني هنا نرقى هذه ممكن نايس فاين يفتحنا الطريق شيء
And at least, yeah, I got to wish, yeah. Anytime you're ready. شو نزلت لي شيء ولا ما نزلت؟ حبيب قلبي جحت ابوك وش ما يمديني يعني اجي من هنا ياهو انا كذا كثير لا انا اشوف الوضع كذا كثير اوكي يعني انا اسوي كل شيء وقلت الحياه بعدين تجي انت ما تعطيني شيء شلون خليتك ترقى امورك السليم اجي انا ارقى ما يمديني لا يا ابوي لا 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 والله اللعبه كذا ماش انا اقول لك يا شو 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 ما يبونك ما يبونك اوه اوكي go ahead greatest man or tallest tree begins as any more than stupid riddles والله stupid riddles من جد حبيب قلبي Is this the answer? See. Yeah, I guess so. Do you have it? Of course I have it. Write it. Fry. Okay. So, it's a door after all. Finally. الباب بينفتح ولا لسه؟ والله الغاز يا رجل بلد بي بزر ما ودي يجي يلا تعال بس لا يكثر اشكال الرهبان مستفزين والله عيا والله ما بغت والله مرحلة ما بغت انها تخلص يا وجه الله